واحمد واحمد واش كتشوف اللي كنشوف ولا ما كتشوف؟ انت اش كتشوف المسخوت؟ كتشوف هاي 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 الانتخابات 2015 فاخباركم ولا لا؟ الانتخابات ديال 2015 قربات. وملي كنهضروا على الانتخابات ديال 2015 كنهضروا على الناس كيكونوا كلشي مرفعين. اييه وتا المواطن ديالنا في حس المواطنه تا هو كيمشي لصندوق الاقتراع. تفضل نعم سيدي تفضل. تا هو كيمشي لصندوق الاقتراع كيدلي بالصوت ديالو. اييه وحتى الحاج مسكين كيستنى النوبه ديالو تا هو يمشي. انا نعم سواش خاويه ولدي هذيك كابينه خاويه غير الحاج ديالي خاويه. اييه 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 كتجي الاذاعه تاع الغفله الحاج. السلام عليكم الحاج. عليكم السلام اولدي. عليكم السلام الحاج. شفتك دخلتي تما لديك لا كابين ترشحتي ولا رشحتي اليوم؟ على مرشحتي بعدا في اللائحه ديال الترشيح. شتيح شتيح الترشيح الحاج ما شتيح لك. اييي انا كنت عايز من هنا ما بيا ما عليا وانا نشوف هذه الكابينه ومع شويه كانت تحرق ليا الكرشيه. صافي الحاج صافي صافي الحاج. بغيت نقول اييي بغيت نقول لك الحاج درتي شي بركه بعدا تماك؟ على من رشحتي؟ على من؟ اييه درنا البركه ما نبقاوش ما نديروش كاع. اييه و هو اش غنقول لك؟ رشحت على باباهم كاملين. كاملين صحاب كاملين صحابي احبابي هادوك احبابي. اش انتوما واش هما هادوك المعاونه ديال الزغاث ولا؟ شكرا السي الحاج شكرا شكرا بارك الله فيك السي الحاج. اراكم دابا تخيلوا معايا المرشح واقف في القند ديال الدرب وباغي وكيشري الاصوات. واش مسكين ما عليه ما بيه دايز؟ انا نعم سيدي الا بغيتي تبيع الصوت ديالك راه كنشريو. الصوت ديالي شحال باش كتشريو الاصوات هنا؟ شحال؟ 200 درهم الصوت. يا اجر ديالك هو 300 درهم يلا غا هنايا وصافي. ولا اللي انت المسخوط ديما كنشوف في كنشوفك في الاخر كنشوف في الحومه. الله يرحم الوالدين. راجل زوين الصراحه كدير واخا ما كدير والو الصراحه. الله يرحم الوالدين. شحال خاصك ديال الاصوات بعدا؟ شحال؟ شحال ما عندك نعم سيدي انا كل صوت كنعطي عليه 200 درهم. قيد قيد الاول بعدا واحد بسم الله تبارك الله تبارك الله. نزيد بواحد اخر هذا الاخر. ايه تبارك الله انا اش انت بعدا عندك الكود بين ديال الانتخابات موجود تسلط؟ ايوا يا بيه. عايز ايه؟ عايز عروسه بسبب ايه؟ مش شعركم؟ لا 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 نظفوا اسنانكم. لا 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 تبارك الله عليك يا خويا تبارك الله عليك. اراكم دابا تمشي ليه واحد اخر. انا نعم سيدي راه كاين الاصوات الا بغيتي تدلي بالصوت ديالك راه كنشريو الاصوات. انت زيزون هايتك. اييه وراك نحت الشماكري واخا مخطئين ما فيه وما يتشاف كيجي حتى هو يتصوت. وكيفاش حنا ما نصوتوش ولا ايه؟ والعامي هذا ما صوتناش العام اللي فات وتاد العام عاود. ايوا وراه دوشت ملي وما رقيت ما حتى واحد صاحبي. اجي اجي يا الشاب ديال اجي تصوت له يا ودي. عندك شي صوت؟ وفيت الساعة ما عنديش. عندك بطاقة النقيب؟ ولا ما عنديش بطاقة النقيب. اجي لي يماك انت بعدا اصلا انت عندك لاكارت ناسيونال؟ يمكن غلطت وصافي لا عندكم. راكم دابا تخيلوا معايا في 2015 ما نبقاوش نمشيو لصندوق الاقتراع. نمشيو غا نحلوا البي سي اي نحلوا الفيسبوك ديريكت. اي نمشيو للصفحة ديال الانتخابات وراك كيخرجوا لك نعمة سيدي المرشحين كل واحد منين كيخرج وكيقول لك اضغط 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 لايك. الا ما درتش لايك كيفاش روخا؟ فعلا من الشيطان منعك ياك يا وراك الاذاعه تاعي شدت واحد الشاب على غفله. السلام عليكم الشاب ديالنا. اشنو ناوي هذا العام يكون في الانتخابات؟ شنو هي الطموحات ديالك والمتمنيات ديالك الشاب؟ عليكم السلام. استسمع واقيلا ماشي شاب هذا نص نص. ايوا تنتا ويلي. المهم كنتمنى المرشح ديال هذا العام يكون في المستوى ديال تطلعات الشعب. كنتم مع محسن صديق قناة تيريرين تيريرين زعبوت أمريكان كوبي. شكرا.